السلام عليكم أينما كنتم في عدد جديد من حصتكم الإخبارية ترندينج، وكما عودناكم دائما نأتيكم بأحدث ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والبداية بالحدث الأهم بكانيا الكاميرون، حيث ثمن مناصري المنتخب المصري مبادرة التلفزيون الجزائري في بث مباريات مصر ضد كوت ديفوار، حيث انهالت التعليقات على هذه المبادرة. تقول صفحة كابيتانو: شكرا للتلفزيون الجزائري المحترم لإذاعته مباراة مصر كوت ديفوار وجعل ملايين المصريين يتابع المنتخب من خلاله. التلفزيون الجزائري عمل اللي ما صبير وما عرفش يعملوا ويوفروا للمشاهد المصري. وكمان شكرا للمعلق الجزائري اللي كان فرحان وكأن الجزائر هي اللي كسبت. الفرحة لم تكن فرحة المعلق وحده، ولكنها كانت كذلك فرحة الشعب الجزائري، وهذا ما سنشاهده في الفيديو الآتي لمناصرين الجزائريين بإحدى المقاهي. تابعوا معنا. كما قلت مشاهدينا، ثمن مناصري المنتخب المصري هذه المبادرة الذي قام بها التلفزيون الجزائري، حيث قال أحمد: نشكر تلفزيون الجزائر والله. وجاء في تعليق آخر: حيفضل قلب المصريين كبير يتسع لحب وأتمني الخير لكل المنتخبات العربية. شكرا لأهلنا في الجزائر على رسائل الحب والدعم لمنتخب مصر. أحب الجزائري وأهلها، ونحن نحب مصر وأهلها كذلك. في تعليق آخر: شاهدت مباراة مصر على تلفزيون الجزائر، الفريق التحليلي كله يشجع مصر والتغطية تغطية أشقاء محبين. ربنا يخلينا البعض ويخزي كل اللي يحاول يوقع بيننا. إلى الجزائر الآن، ومع الوضعية الوبائية حيث كثفت المصالح الصحية في الجزائر من حملات التلقيح والتوعية، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات التي تشهدها الجزائر في الآونة الأخيرة، حيث فاقت عتبة 2000 إصابة خلال الأيام الماضية. وفي ذات السياق، ومع الإجراء الوقائي المتخذ أقول بالمدارس والجامعات والذي تم بغلق دام 10 أيام، يتساءل اليوم أولياء التلاميذ إلى جانب الطلبة إذا ما كان سيتم تمديد هذا القرار أم أنهم سيعودون إلى مقاعد الدراسة. في موضوع آخر الآن، ومن الجزائر نحط الرحالة بتركيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عديدة لمختلف مناطق البلاد والتي تشهد عاصفة ثلجية قوية لم تشهدها من قبل، ليختار العديد من الأتراك أن يستغلوا الفرصة رغم الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وقرروا الخروج للترفيه عن أنفسهم، وهو حال هذا الرجل الذي انتشر له فيديو وهو يتزلج عبر شوارع إسطنبول. نتابع الفيديو. دينا، علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإجابة على هذه الصور والفيديوهات التي انتشرت، حيث قالت زردالي ربح: ربي بارك وكل شيء ينزل من السماء رحمة للعباد. بينما جاء في تعليق آخر: جمال على جمال. وجاء في تعليق آخر: تغذية بصرية بالفعل لجمال تلك الثلوج وتلك المناظر. وجاء في تعليق آخر من مغردة إيطالية: إسطنبول ناديليتيتا ميليوري تشيوابيا فيزيتادا، وبمعناه إسطنبول واحدة من أجمل المدن التي زرتها.
مصائب قوم عند قوم فوائد، لكنه بالنسبة للبعض فوائد قوم عند قوم مصائب. فبينما يفرح ويمرح البعض بهذه الثلوج، لم يسلم البعض الآخر من غضبها، حيث انتشرت صور عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطرقات مغلقة ومطارات تعج بالناس يفترشون أراضيها بسبب إلغاء الرحلات. نتابع الفيديو الآتي معا. مشاهدينا، كان هذا فيديو لمطار إسطنبول الذي غمر بالثلوج والذي أدى إلى توقيف تام للرحلات من وإلى تركيا. في ذات السياق كذلك احتج المسافرون العالقون بالمطارات ليتم التكفل بهم وأخذهم إلى فنادق بدل البقاء عالقين في المطار. لنتابع الفيديو الآتي. هذا وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حال هذه الظاهرة الطبيعية، حيث قال عماد إلزموا البيوت، وجاء في صفحة أخرى الله يحمي الشعب التركي ويبعد عنهم الشر، بينما جاء في تعليق آخر يا رب هون على من ملجأ له، رب يكون في عون الأتراك أينما كانوا في تركيا. وكما تسقط المعلبات على الأرض تسقطين فارغة من الشبع اليابس. آخر ما بقي من مكتبة اللبناني أو الشيخ اللبناني محمد المغربي بعد أن تم إحراقها من قبل مجهولين لسبب لم يتم التعرف عليه لحد الساعة. محمد المغربي أقام مكتبه تحت جسر بإحدى شوارع لبنان. لنتابع معا الفيديو الآتي. واحد بلا أخلي إجا حرق ليكو الزلمة كيف زعلان على مكتبته، الله لا يوفقه اللي بحياة الله قد ما مسموم بدني، الله لا يوفقه الشخص اللي حرق، مش معقول. أشعلت هذه القضية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداولتها مختلف القنوات العربية وحتى الأجنبية، حيث جاء في إحدى التعليقات إحراق مكتبة الرجل الثماني محمد المغربي تحت جسر الفيات الذي زاره العام الماضي وزير الثقافة وأهداه كتابا. وجاء في تعليق آخر كان غنيا بكتبه، لكن الظاهرة هذا الوجه من الثراء محرم في أيامنا. حرق مكتبة المغربي عار لكل مواطن، حتى متعة القراءة والتثقيف ممنوعة للفقير. وغرد آخر الله يعوض بالأحسن، بينما جاء في تعليق آخر شو رح يعمل المسكين. مشاهدينا، ننتقل إلى السعودية الآن وإلى أداء الحج، حيث جاء وأداء الحج لمن استطاع إليه سبيله. من منا لم يسمع قصة من أجداده أو عن أجداده وعن كيف تنقلوا من بلادهم إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. محمد أو آدم محمد رجل عراقي مقيم ببريطانيا، كان جالسا في بيته يحتسي قهوته، فقرر فجأة أن يذهب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، ولكن مشيا على الأقدام موثقا رحلته عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، حيث جاء في تعليق: ما شاء الله، أحلى رحلة، الله يسهل طريقه. وجاء في تعليق آخر: الله يجزيك خير. بينما يعلق آخر: من بعد ما يقطع تركيا يمر من سوريا؟ تساؤلات حول إن كان يمكنه المرور من سوريا التي تشهد أوضاعا أمنية خطيرة، شلون بده يعدي من سوريا؟ كان الله في عونه إن شاء الله. مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من العالم قرية صغيرة، والشاب خبيب جعل منه جسرا يربط بينه وبين ثقافات العالم المختلفة. شاب جزائري ملقب بابن بطوطة والرحالة الجزائري يجوب العالم متجولا بين عاداته وتقاليده، بين جمال غاباته وبحاره، مانحا متابعيه فرصة الاستمتاع معه دون الحاجة إلى أن يبرحوا أماكنهم. يلقى هذا الشاب تفاعلا كبيرا وصدا ودعما كبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعلق أحد المتابعين: رحلة كانت جميلة، تعليق عن أحد الرحلات التي قام بها ونشرها عبر موقعه، عبر صفحته فيسبوك أقول. وجاء في تعليق آخر: لا يوجد مستحيل مع الجزائريين يا خويا، مبروك عليك. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام عدد اليوم من الإخبارية ترندينج. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، نلقاكم في أمان الله. السلام عليكم.